ايه ده ايه ده مالك اتوترت ليه؟ لا لا ما اتوترتش ولا حاجه، دودو هاني. لعلمك بقى اذا هساعدك هساعدك عشان سببين مالهمش تالت. اولا لانك جاي من عندي واحد حبيبي 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 حبيبي. ثانيا لانك شاب، والشباب الايام دول بيصعبوا عليا قوي، مش واخدين حقهم في الزمان ده، زمن زي الزفت. ربنا يخليك يا دودو هانم، والحقيقه العشم يعني كبير في ربنا ثم فيكي. انت عشمك في محله. لعلمك بقى انا بعمل ده لوجه الله بس. الشاب من دول بيجيب فلوس اهله كلها يصرفها عشان يجيب فيزا، ويا ريتها تكون سليمه مضروبه، لا طل يروح اوروبا ولا يطلع الشرق، بل السمك بياكل. لا لا سمك ياكلوا ايه؟ لا انا عشمي كبير في ربنا ثم فيكي، واهم حاجه ان التاشيره ما تبقاش شخشفولش. اوه نو، هتزعلني منك. ايه الكشبونش دي؟ ده راجل مضمون خالص. ايوه كل الناس بتعملها ب 70 وب 80,000. انت عارف ده هياخد مني كام؟ 15,000 جنيه. ايه؟ طبعا انت عارف ده راجل جاري، جاري في الفيلا اللي جنبي على طول. 15,000 جنيه ايه؟ اذا كانوا هم قالوا لي 10. مين المعفن اللي قال، قصدي مين اللي قال لك 10,000 دي؟ بس ده كتير قوي يا دودو هاني. وانت هتدفعه مره واحده؟ هتديني 5 النهارده، وبكره لما تاخد الفيزا المظبوطه هتديني ال10 الباقيه. الله يا بيبي يا بيبي، صدقني دي اخبار اكيده. لما سوسو تقول لك حاجه لازم تصدق. المعلومات دي جايبها لك راسا من المديريه. طب اقول لك على خبر لسه طازه. عارف الراجل بتاع الزمالك اللي بيضرب تاشيرات وفيز؟ انقبض عليه من ساعه زمن. بس فعلا يا بيبي يستاهل، كان جشع اصلي. لا 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 ما تخافش على تأشيرة صاحبك، الراجل بتاع بولاق ابو العيله اشطر ومضمون. ده بيعمل فيز وتأشيرات لاوروبا وامريكا بسعر واحد، والتأشيرة ايه؟ صح الصح، تخلي اوباما نفسه يستناك في المطار. عيب يا مان، ده انا السوسو 3 فوري و7 عند الاستلام. ايه ده تنامي ودانك كده ليه؟ تعالى يا اخ هنا. طيب يا بيبي انا هكلمك تاني، باي باي بقى. انتي تيت عايز حاجه حضرتك؟ انا واقع في عرضك يا سوسو هان. عرض ايه وطول ايه؟ هي دي عندها عرض ولا طول؟ تعال انت يا مراد تعالى. انت يا سكوز مي.